استاذ عبد الله يتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج عبد الله، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه يا دكتور؟ فضل ونعم الحمد لله. وكل عام وانت طيب يا دكتور. وانت حضرتك بطيب وبسلام وبعافيه. انا معايا زوجه فاتحه قلب مفتوح حضرتك، وعندها سكر وعندها ضغط وعيانه ما بتقدرش تتحرك، وعايزه تصوم. ولا لا، هي بفتره انا بخليها تفطر، الدكاتره قالوا خليها تفطر. وانا حالتي الماديه يعني تعبانه شويه، بجيب لي علاج يعني ب 1500 كل شهر. نعم. وما اقدرش الوقت، بيقول لي تدفع يعني اعمل ايه يعني؟ كويس، بص يبقى انت بتقول لي يا حاج عبد الله انا دلوقتي ما عنديش فلوس ادفع الفديه، صح كده؟ اه. الفديه اللي هي 30 جنيه عن كل يوم صيام. لو مش قادر خلاص، لان رسول الله بعد كده، اسمع بس، رسول الله لما جعل الكفاره العظمى، حتى الكفاره العظمى على الراجل، فقال له خد هذا واعمل ايه؟ وادفع بيه الكفاره. قال على افقر مني يا رسول الله، وفي حد افقر مني؟ فقال له خلاص خذه واجعله في اهلك. خذه واجعله في ايه؟ في اهلك. فانت لو مش قادر تدفع الكفاره خلاص، يبقى انت مش قادر تدفع عليها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب السؤال الثاني، انا بقعد جنبها عشان ما حدش بيقعد جنبها وبتقع، ولا راحت الحمام بتقع، فما بطلش اروح اصلي العشاء ولا اروح في الجامع، بصلي في البيت. ان شاء الله يكتب لك، اذا كنت معتاد ان انت بتصلي في المسجد هيكتب لك الثواب، صلاه جماعه هيكتب لك ثواب صلاه الجماعه كاملا، وانت حتى بتصلي في البيت، لان انت حبسك العذر ان شاء الله، وهو مساعده زوجتك ان شاء الله.